اللاعب رقم 11 حسن يحيى، وخبطت الكرة وخد منها ضربة ركنية محمد أشرف، ضربة ركنية لصالح النادي الأهلي. كالعادة محمد فخري هو اللي بيلعب كل الركنيات، رايح له محمد رضا يلعبها له، ما شالش من مرة واحدة، استلم رضا ويلف ويعمل عرضية، الدفاع يطلع يصطادها تاني قدام ال 18، ممكن جول، ممكن جول، جاي من ورا حمدي ياسر، حمدي خطيرة، جول جول جول، مغربي مغربي مغربي، يستاهل جون الولد محمد مغربي، يحول الكورة اللي كان عملها أحمد سيد غريب عشان يجيب الجون الثالث. ثلاثية أهلاوية بعد 55 دقيقة من عمر المباراة، 10 دقايق من بداية الشوط الثاني يسجل محمد مغربي. إنما اتعملت الكورة في الزحمة، تسديدة من أحمد سيد غريب تيجي في المدافعين وتروح على طول لمغربي عشان يسجل الجون. ادي بدايه الحدوته والحكايه من اولها، عرضيه محمد رضا طلع الدفاع وخدها تاني محمد اشرف اللي حطها حلو قوي جوه منطقه الجزاء. حمدي ياسر حب يخلص لان كان طالع يلعب بدماغه حمدي ياسر مع مغربي، ويرجعوا بيها لغايه ما توصل لاحمد سيد غريب. اخر اتنين لمسوا الكوره غريب ومغربي، والجون من نصيب محمد مغربي. يبقى 3-0 للنادي الأهلي.